صباح خير. صباح النور. يا ترى حاجة كوثر موجودة؟ أيوة موجودة. نقول لها مين حضرتك؟ نعمة. حاضر يا فندم، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. مين حضرتك؟ انت يمكن ما تعرفينيش وما شفتنيش قبل كده، بس اكيد سمعتي عني. سمعت عنك فين؟ انا نعمة سيد مجاهد، مرات الحاج عبد الستار الثاني. وجايه هنا ليه؟ جايه لاني عرفت انك سبت عقلك وهتفهميني. أفهمك في إيه؟ أنا عارفة إن جواز الحاج مني ده مزعلك، بس ده الواقع وده شرع ربنا. وجاي تقولي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان ليا عندك حق وعايزة أخده. حق؟ حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. أنتِ مالكيش أي حقوق عندنا. عيب كده يا حاج، ده شرع ربنا. نصيبك خدتيه فلوس من مختار. ده حقي في السيولة، لكن حقي في الأصول لسه يا حاجة. أنتِ إيه؟ قراطة ماسكة فينا ومش عايزة تسيبينا. أنا مش جاية أشحت منك. حقي هاخده بالقانون. انا جاي علشان خاطر الراجل ده اللي حبني واكرمني طول ما هو كان عايش، ولانكم من ريحته قلت اجي اعرض عليكم نصيبي، يمكن تحبوا تشتروه وتدوني بداله فلوس وابعد عنكم واحل. يا سلام، انت ايه؟ ما بتشبعيش؟ ما كفاكيش الفلوس اللي خدتيها؟ تاني خدتي؟ بقولك ده حقي يا حاجه. طب امشي اطلعي بره بقى. عيب لان انا في بيتك. اديك يا حلوه قلتي انك انت في بيتي، عشان كده امشي اطلعي بره. بقول لك امشي اطلعي بره، فاهمه ولا لا؟ هنيه هنيه. ايوه يا ستي. ايوه تعالي خدي الست دي وشيليها ورميها بره البيت. حاضر يا ستي. اوعي ولقيتي من وشك، وخليكي فاكره يا حاجه ان انت اللي ابتديتي وراجعالي. لا يا اختي خوفتيني. يا رب، ده ايه البلاوي دي؟ بيجوا منين مصيبه دول؟ يا رب يا رب. لا يا مدحت، لا لا، ده كلام، ده كلام. ما هو انت كمان اللي غلطان يا مختار. انا اللي غلطان؟ ايوه انت. كان لازم تاخد منها تنازل عن نصبها في الاصول ساعه لما كنت بتديها فلوس. ما جاتش في دماغي حاجه زي دي. كنت رجع لي يا اخي وانا ادلك. الله، انما رحت صرفت كده من دماغك. اتفضل بقى، اهو كده بقى ليها حق عندكم. تقوم انت يا مدحت اللي ترفع لها قضيه وعايز تجيب لها حقها انت؟ ايوه يا مختار يا حبيبي، انا خدتها على حجري عشان يبقى زيتنا في دقيقنا، بدل ما تروح تجيب محامي تاني من بره يبقى عايز يعمل علينا شغل ويولعها. وانت يعني هتفيدنا بايه؟ اقول لك انا بقى ممكن افكك بيا يا مختار. انا ممكن اهدي اللعب شويه في القضيه لحد ما تتفقوا مع بعض وتراضوها بقرشين من غير لا فضايح ولا شوشره. تاني قرشين؟ مش مكفيها الملايين اللي خدتها؟ يا مختار يا حبيبي افهمني، نعمه معايا او مع اي محامي تاني غيري كانت هتكسب قضيتها وكانت هتحصل على كل حقوقها بالكامل. ده قانون وشرع ربنا يا اخي. البت دي انا اتخانقت منها خلاص. اقول لك على حاجه يا مختار، نصيحه لوجه الله، ماي معاها المرة دي كده مرة أخيرة واخلص منها خالص. لا يا متر، أنا خلاص اديت حقها تالت ومتلت وأكتر من حقها كمان. إنما اللي بتعمله معايا ده اسمه عوأ، وأنا اللي عوأ معايا هبخ سم في وشه. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفنا الموجود معانا النهاردة، أستاذ الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية وأستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك والحمد لله على السلامة، بقالك كتير ما كنتش معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور أحمد. عايزة يعني أول حاجة بس نقول للمشاهدين والأمهات تحديدا اللي شايفيننا دلوقتي، إيه أهمية الرضاعة؟ جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية هي إنه ربنا خلق لبن الأم علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحله اللي جايه. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات؟ ودايما اللي بيعرف اكتر هو اللي بيكسب. ايه
يا محمد خير؟ ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة يا دي المصيبة. يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟ الاغبياء، الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المرة اللي فاتت وتقول لي عندك خطة؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. وانا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الاسوأ وهتأكد انك خاين. انا خدتك وبعتك وقبضت التمن، وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. معقولة؟ معقولة انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه؟ الدرجة دي بتحقد عليا؟ أنا بكرهك. ليه؟ ليه ده أنت ما شفتش مني غير كل خير؟ ده جزائي؟ ده جزائي إني وقفت جنبك؟ ده جزائي إني خليتك بني آدم بعد ما كنت رمة ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفراغت عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقول انت تعمل كده؟ احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعه. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعه وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربيه. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده، اكيد في حد بيدفعول كده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهية اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنة، بتحرم منها اول ما ارجع شقة الحقيرة. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك. اكرهك، انا بكرهك. انت مريض. حتى صفية البنت الوحيدة اللي حبتها في حياتي حبتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه وانت دايما قدامها ريحتك حلوة وحاطط برفان، دايما قدامها بتلمع؟ يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، لانه انا جنبك كنت دايما انت نمرة واحد وانا نمرة اتنين، وانا لا يمكن اقبل كده لان انا زيك بالظبط. ما تبقى نمرة واحد بعيد عني يا اخي. ايه اللي جايبك تزحمني في حتتي؟ عجباني يا اخي حتتك. وبعدين خلاص الاوراق اتلخبطت وانت ما بقاش ليك ترتيب اصلا، وبقيت انا نمرة واحد لان التمن اللي انا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني احسن منك. انت انسان حقير، حقير وهقتلك. هقتلك هقتلك. انا تعمل معايا كده؟ انا تعمل معايا كده يا حقير؟ ايه ده حضرتك؟ انا لسه في امي كتير، وهعيش وهتمتع وهبقى احسن منك. انما انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زبالة يا رمة يا واطي. وفر نفسك للمصايب اللي جاية يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى. ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟ كويس ان لحقتك قبل ما تروح. خليك يا ست يا ست البنات. عامله ايه؟ خير يا سي مختار؟ ايه اللي معادك لحد دلوقتي؟ انا قلت زمانك روحتي. قدامي شويه حسابات كده براجعها. تعيش يا اصيله. انا بالحق انت بتروحي وبتيجي ازاي المدبغه هنا؟ انا متفقه مع سواق تاكس وبحاسبه بالاسبوع. ايه مرات هنا؟
تركب تكوسة وتتبهدل في المواصلات. الحمد لله كده رضا. ده في غيري بياخدها كعابي لما رجليه بتور عشان ما معهوش حق الميكروباص. واحنا مالنا ومالهم؟ مراتي انا ست البنات. هو في حريم حلو كده اصلا بينزل شغل يوم يركب تكوسة؟ لا 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 ما ينفعنيش الكلام ده. بكره الصبح الصبح هنزل اجيب لك اجدع عربيه عالزيرو بسواقها. عربيه مره واحده؟ طبعا وموديل السنه دي كمان. وانا عندي اغلى منك يا سموحة السموحات. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا قادر يا كريم. تعيش يا ست البنات يا عسل العسليات. ما كانش العشم يا متر يخونك برضه العيش والملح. لا عشت ولا كنت لو عملت كده ابدا يا حاج. امال تفسر بايه وقوفك ضدنا مع اللي اسمها نعمه دي؟ ضدكوا؟ ده لمصلحتكوا يا حاجه. تدافع عنها وتقول لي مصلحتنا؟ طبعا. ما انا لو ما عملتش كده كانت راحت لمحامي تاني. والله اعلم بقى وقتها كان ممكن المحامي ده يعمل ايه. تروح واعلى ما في خيلها تركبه. يا حاجه انت ست مؤمنه وعارفه ان شرع الله حق. ما خدت فلوسها عايزه ايه تاني؟ لسه ليها حق عندكوا يا حاجه. ولا انت بقى عايزه الحاج عبد الستار ما بقاش مرتاح في تربته؟ ده دين عليه ليها ويفضل متعلق كده في رقبتكم. وايه المطلوب مننا؟ مش هقول لك بقى تدوها جزء من الفيلا ولا حته من المحل والمبغه. حاولوا بقدر الامكان تقيموا نصيبها بفلوس وتدوها لها. ونصيبها ده بقى يتقيم بكام؟ حوالي 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه ونص تقريبا كده يعني. ودول هنجيبهم منين؟ حاجه كوثر. الاشياء معدن والعمليه ماشيه زي الفل ما شاء الله يعني. ده الظاهر بس. انما المستخبي بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيه. ده لولا دخل المدبغه والمحل ما كنتش عارفه اعيش ازاي. معقوله حاجه كوثر انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال ولادك ما شاء الله يعني من غير قر ولا حسد عايشين ازاي في المستوى اللي هم عايشين فيه ده؟ انا ماليش دعوه باولادي. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يعني انت حاجه ما تقدريش تقنعي اي حد فيهم يدفع لها الفلوس دي بقى ونخلص؟ دي مش فلوس عشان احكم فيها، انما انا عشان بخاف من ربنا وخايفة من يوم الحساب فهجيبها تعيش معايا هنا في الفيلا وتاخد نصيبها. تعيش معاك هنا في الفيلا؟ ايوه. وتاخد كمان نصيبها في المحل والمدبغة اول كل شهر بما يرضي الله. ده كرم كبير منك قوي يا حاجة. انا لو عليا كره الحل ده، لكن حرصي بقى على رضا ربنا خليني صابرة وساكتة. كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله، باصص للي في ايد غيره وبيحسدوا عليه. بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، ضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين. مالك يا مختار؟ بفكر يا سماح. شكلك بتفكر في موضوع مهم. بفكر في سنين حياتي وشغل عمري وتعبي وانا بجمع الفلوس دي. ما كنتش اتخيل ابدا اني هجمعها وفي الاخر مش هلاقي حد اديها له. اتجوز يا مختار. انت بتخرفي تقولي يا سماح؟
انا لا بحب ولا هحب حد غيرك، ومش معنى اني بفضفضلك باللي جوايا اني عايز اتجوز، ان في بينا عشره وحب وصداقه تسمح لي ان اشتكي لك حتى لو منك. ما انا عارفه، عشان كده بقول لك ما عنديش مانع. صدقني اتجوز يا اخويا عشان تجيب العيل اللي بتتمناه، ومتحسش ان في حاجه ناقصاك، وتفرح. نفسي افرح، وربنا نفسي افرح، بس الدنيا مش ممكناني. ساعات ما بطيقش فكره اني اتجوز عليك يا سماح، بحس ان الكفايه عليا منوره دنيتي، وساعات تانيه بضعف نفسي بالي عسوه تدفى بيها في ايام اللي جايه انا وانتي. عشان كده بقولك اتجوز وريحني. هتتعبي لو عملتها. بالعكس، انا احس ان في هم متشن على صدري. ربنا عالم يا سماح، لو خدت الخطوه دي ابقى مضطر، بس اعمل ايه؟ نفسي يبقى لي ذكر في الدنيا وعزوه بين الناس. حقك يا اخويا، انت هتبقي امهم. ربنا يخلي لهم امهم. امهم دي مين؟ دي مهما كان زوجه تانية معروف سبب وجودها ايه وسطينا، انما انت حبيبتي، انت اللي في قلبي، انت الاولى والاخيره. ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت دايما جابر بخاطري. انا لازم انزل عند ميعاد ساعه زمن كده وارجع لك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اني جيت لك من غير ميعاد. لا لا خالص، اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ وحشتيني قوي قوي. كويسه يا بابا اشرف؟ انت كله تمام؟ كويس. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اشربي ايه بقى؟ رغم ان انا عارف كويس انت عايزه تشربي ايه؟ العصير بتاعك مش كده؟ عندك؟ طبعا عندي، من ساعه ما عرفتيني عليه وانا بقيت احبه قوي قوي قوي. عارفه ليه؟ ليه يا بابا؟ لانه بيفكرني بيك يا حبيبتي. يعني حياتي بتوحشك زي ما بتوحشك؟ طبعا بتوحشني قوي. اقعدي جنب مامي هنا لحد ما اجيب لكم العصير واجي لكم. تشربي ايه يعني؟ اي حاجه. ايه رايك نجيب لها العصير بتاعنا؟ ماشي يلا. حبيبه قلبي، لما بابا اشرف يرجع عايزاكي تدخلي تلعبي جوه في اوضه عمر عشان انا وهو نتكلم كلام كبار. ممكن؟ ماشي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. اتفضلوا العصير بتاعنا. يلا يا حيات. ايوه بايدك الاثنين، برافو. خير يا علي؟ في ايه؟ انا قلقانه على حياتي قوي يا اشرف. ليه مالها؟ ما هي كويسه وزي الفل اهي. كل ما بنام بحلم ان انا تايهه في صحراء لوحدي، وحياه عماله تنادي عليا وانا مش عارفه اوصل لها. اهدي بس يا علي، انت اعصابك تعبانه من اللي كنتي فيه. انا برضو اللي هقول لك، انا خايفه المرض ده يرجع لي تاني. انت ليه مش قادره تصدقي ان انت خفيتي وبقيتي كويسه؟ لان ده مرض خبيث وممكن يرجع في اي وقت. وبتقدري البلا ليه قبل وقوعه؟ وافرض رجع لي تاني، تقدر تقولي ايه هيكون مصير حياتي من بعدي؟ بعد الشر عليك يا علي. انت عارف انا كلمت الشريف اخويا في كندا، يعني قلت يساعدني في الهجرة عشان لو حصل لي حاجة تبقى حياة جنبه. يا عايزة تهاجري لدرجة دي؟ موضوع موترك. ولما كلمته توترت أكتر. ليه؟ عشان اتهرب مني وتحجج بحجج فارغ عشان ما يشيلش المسؤولية. يا ازاي يعمل كده؟ ده أخوكي برضه. الغربة غيرته خالص وخليته إنسان غريب حتى عن أقرب الناس ليه. اهدى يا عليا، ربنا ما بينساش حد، وبعدين أنا جنبك أهو. أشرف تتجوزني؟ ايه ده احسن حل انا لقيته. انت الوحيد اللي بنتي متعلقه بيه وبتحبه، ولو كبرت في حضنك انا هبقى مطمنه عليها. وكمان انت يا اشرف مراتك وابنك مش موجودين، يعني محتاج لنا زي ما احنا محتاجين لك. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ ده منتهى الانانيه. انانيه لاني عايزه اطمن على بنتي مع انسان طيب ومحترم زيك؟ لا
انا نايل انك نسيت ان الانسان ده عنده مشاعر واحاسيس، وحكمتي على مراته وابنه انهم ماتوا وانه خلاص بقى لوحده. انا اسفه، انا ما قصدتش اللي انت فهمته ده خالص، انا بس حسيت ان في بيننا تفاهم ومشاعر حلوه ممكن تضلل على بنتي حياته واحنا سوا. عليا، اللي بيننا مش اكتر من انه مشاعر انسانيه ولا يمكن تتطور عن كده، وانا بحب مراتي وابني ولا يمكن ابدلهم بحد تاني. انا اسف، انا اسف مره تانيه، اعتبر الكلام اللي انا قلته ده كاني ما قلتوش. يا حياه، يا حياه، حياه يلا. بابا اشرف مش هيلعب معايا شويه؟ بابا اشرف مش فاضلنا دلوقتي، وبعدين بطلي تتعلقي بيه اكتر من كده. مشكله يا علي. لو سمحت دي مشكلتي وانا هعرف احلها بنفسي. انا اذنك. اخبار حلوه قوي. ايه ده، معقوله الحته ترفع القضيه وتكسبها؟ ايه الشطاره دي؟ طبعا لا. امال ايه؟ يبقى لقيت لي طريقه هاخد بيها حقي من نديم، صح؟ لا مش صح برضو. لا امال ايه الخبر الحلو دوختني؟ الست كوثر ضرتك، ودي يجي من وراها خبر حلو؟ دي ما يجيش من وراها غير الاخبار السوداء. دي ست طيبه وكلها بركه. يبقى وافقت تشتري نصيبي من مراسل الحاج، صح؟ برضو لا. لا مش كده يا متر، تعبتني معاك النهارده، ما تقولي ايه الموضوع بالظبط. هقول لك يا ستي، الحكايه بمنتهى البساطه ان الست كوثر ضرتك وافقت ان هي تسلمك حقك في المدبغه والفيلا والمحل. يبقى وافقت تشتري نصيبي. لا ما جبناش سيره لا بيع ولا شراء، وافقت بس ان هي تسلمك حقك وبس. مش فاهمه. يعني من بكره لو حبيتي تنقلي للفيلا وتقعدي في نصيبك هي ما عندهاش مانع. انت بتتكلم بجد؟ ونصيبك كمان من اراضي المحل والمدبغه هيوصلوا لك منها اول كل شهر على دائر مليه. مش مصدقة ومش مرتاحة كده. مش مصدقة ومش مرتاحة ليه؟ دي ست طيبة كلها بركة. دي ست حرباية، تلاقيها بتعمل لي ملعوب كبير. وليه بس سوء الظن ده ما دام نعمة؟ ما أنا حضرتك مش هروح أعيش وسطيهم وأبقى ضرتها وهيسيبوني في حالي، دي أكيد بتعمل لي مغرز. يا عم الحاجة أنا رحت زرتها طردتني. معلش يا ست اعذريها، ما كانتش فاهمة الموضوع ولا عارفة إيه الحكاية. عموما يا مدام نعمة أنت معاك الحق بقوة الشرع والقانون، محدش أبدا يقدر يحرمك منه. يكونوا مش ناويين يسموني ويخلصوا مني. أنت خالك واسع قوي، دول ناس طيبين، ما ينفعش أبدا يعملوا حاجة زي دي. يا أستاذ النفوس بتتغير من الفلوس، اسألنا أنا. خلاص يا ستي تهتوا لقيناها، ما تاكليش ولا تشربي معاهم. يا سلام، ودي تبقى عيشة دي بقى. عموما يا ستي ده الكلام اللي قالته لي الحاجة كوثر، وأنت ليكي مطلق الحرية في القبول أو الرفض. حضرتك عندك حق، بس المشكلة إن أنا كده هغرز وأنا عايز أخد حقي وأخلع. أيوة ستي، بس هما كمان معهمش فلوس يشتروا. ما معهمش ده مين؟ أنا عارفة، ده كل واحد فيهم معكم على قلبه ملايين قد كده، اسألني أنا. والله بقى يا مدام نعمة هو ده العرض اللي الحاجة كوثر قالت لي عليه. معهمش فلوس؟ موضوع ده فيه إن عايزة رأيي؟ روح الفيلا وجربي. أروح برجليها القضايا؟ أنا هبلة؟ ده حقك ولازم تحط ايدك عليه ولازم تستلميه عشان تحافظي عليه. الله، وبعدين تش دراكي، يمكن لما تقعدوا مع بعض يوافقوا ان هم يشتروا منك بالتراضي. وافرض ما رضيوش يشتروا؟ ساعتها بقى يا ستي نبقى نمشي في موضوع القضيه، واول ما يتم الفرز والتجنيب نبقى نشوف لك مشتري تاني من بره. ايوه قول كده بقى من الاول، هو انت مش ناوي تمشي في القضيه؟ وامشي فيها ليه يا ستي طالما تاخدي حقك بالتراضي؟ انا يا سيدي عايز اثبت حقي على الورق، مش عايز اثبته ببقي. الله، طب ما حقك مظبوط بالاوراق يا مدام نعمه، انت اسمك مش موجود في اعلام الوراثه؟ موجود. خلاص هو ده بقى اللي يثبت حقك في الاموال السايله والممتلكات. مش عارفه ليه يا متر كده مش مرتاحه وحاسه ان الفار بيلعب في عيبي، معرفش ليه يا اخويا. لو نبهتي شويه كده وارتاحي وقولي الفار ده كمان يهدى شويه وفكري على مهلك وبعدين بلغيني بقرارك، اوكي؟ انا ليه عملتها كده؟ ليه مجروحه وفي محنه زيي؟ بس هي اللي استفزتني وحسستني اني خاين لمراتي وابني، بس دي من حقها تفكر تأمن بنتها زي ما انت بتفكر تأمن ابنك. لا لازم تكلمها وتعتذر لها.
لا بلاش، خليها وقت تاني، على الأقل تكون هادت من اللي انت قلته لها، وكمان لحسن تفتكر انك ابتديت تفكر في اللي قالته لك، والمكالمة دي جر رجل منك. كويس انك قتلت الفكرة دي جواها، ما تصحهاش تاني. ما تفتكريش عشان انا جبتك تعيشي معايا ببيتي ان انا حباكي او لساني ممكن يخاطب لسانك. يلا يا حبيبتي اريح، ده طلع من القلب للقلب رسول. عيب كده يا نعمة؟ معلش، ما هو العيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب. الله يسامحك يا حاج. بقولك ايه يا ست انتي، اذا كنت فاكرة انك هتذليني ولا هتمني عليا تبقي غلطانة. فوق ايه؟ ده انا ليا حق وهاخده غصب عن التخين. اوعى تفتكر ان انا خايفه منك، حقك هديهولك من غير غصب. ما هو ده كلام يا حاجه ما يتقلش، ما تاخذنيش في دي الكلمه. منين بتقولي لها انك مش طايقاها ومنين جايبها تعيش معاكي هنا؟ شوف يا ست ام نعمه، ده حقها الشرعي، وانا ست بخاف ربنا قوي، وخايفه بقى يوم الموقف العظيم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني بسببها. ما شاء الله، ربنا يكملك بعقلك ويزيد ايمانك. ايه هو ده؟ ليه هو احنا اللي شياطين ان شاء الله؟ ما احنا كمان بنعرف ربنا وبنطلب بحقنا في شر. جرى ايه يا نعمه؟ هي الست قالت حاجه؟ جرى ايه يابا؟ مالك جرى نعم كده ليه معاها؟ انا ليا في البيت ده زي ما ليها بالظبط، ما تزيدش عني حاجه. يا رب استغفرك واتوب اليك. اللهم طولك يا روح. يما خفت انا بقى من التكشيره دي. انت يا بنت اتكلمي معايا عدل وخليكي مؤدبه. والمياصه اللي انت فيها دي؟ هو انا كده بموت في المياصه. علوب انا مش هرد عليكي، ان انا ست مؤدبه ومتربيه وعامله حساب كويس قوي انك انت في بيتي. بيتي زي ما هو بيتك يا حبيبتي، ولا هقعد اعيد وازيد بقى؟ مش معقول، زهقت. هنيه هنيه. ايوه يا ست. تعالي خد الهواني وديهم اوضه سعد. ايه اوضه سعد دي؟ وش معنى اوضه سعد؟ طبعا تلاقيها قط القرار بتاعت البيت ده. يا بنت بطلي طولة لسان وخلي عندك دم. سعد ده بقى كان اخر العنقود، والحاج الله يرحمه كان مدلعه على الاخر. طيب والاوضه دي بقى بحري ولا قبلي؟ وهو بقى بيت بابا وماما، كان بحري ولا قبلي؟ لا كان بحري، وتلاقيه مدلع كده في بعضه كله. عيب كده يا نعمه عيب. عموما انا هطلع ابص عليها، بس لو ما عجبتنيش مش هستلمها. هو انت جاي تأجريها ولا ايه؟ روحي شوفيها وبعدين قرري. هنيه وريهم السكه فين. حاضر يا ست. يلا يا هنيه، احسن ده باين عليا هشوف ايام سودا في البيت ده. عن اذنك يا حاج. اتفضلي. مش عارفه يا حاج كان عاجبك فيها ايه. استغفرك واتوب اليك. يا فله فله. ايوه يا ست. شوفي مين على الباب. حاضر. استغفر الله العظيم يا الله. صباح الخير رؤوف. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف ابني. مالكش ولاد عندنا يا طنط؟ انت ست مؤمنه، ما يرضيكيش ان اتحرم من ان اشوف ابني. وبعدين مش كفايه ان ما حدش بلغني بميعاد ولادته؟ يا سلام، ونبلغك ليه؟ انت مش بعته وقبضت الثمن؟ انا ما بعتوش، انا اتنازلت عن حضانته لامه، بس انا من حق اشوفه، ده من صلبي وشايل اسمي. انت مالكش اي كلام معايا، عندك المحامي، روح شوف هيقول لك ايه. انا مش هتحرك من هنا غير لما اشوف ابني. وطي صوتك ما زعقش. لا هزعق، ولو ما شفتش ابني دلوقتي انا هرتكب لكم جنايه. عايز ايه يا رؤوف؟ نوره، ايه اللي نزلك يا حبيبتي من سريرك؟ صوته واصل لفوق وصحى البيبي. ابني فين يا نوره؟ عايز اشوفه. مالكش حق فيه، ده ابني. كان ابنك، انما دلوقتي ده ابني انا لوحدي. ايوه بس انا ابوه. ده في شهاده ميلاده، انما في الحقيقه ابوه مات بالنسبه لي وبالنسبه له. انت اكيد مجنونه. ده نص التنازل اللي حصل بينا، واللي على اساسه قبضت الثمن. حتى لو الولد في حضانتك انا من حق اشوفه على الاقل مره في الاسبوع. اه ده قبل ما تبيعه وتتنازل عنه، لكن دلوقتي مالكش حق تشوفه خالص لانه بقى ابني انا لوحدي. تعال هنا، انت رايح فين؟ انا هشوف ابني. يعني هشوف ابني؟ انت لو ما خرجتش دلوقتي انا هطلب البوليس. هي حصلت؟ عايزه تبلغي البوليس عني يا نوره؟ طالما عايز تاخد حق مش من حقك. نوره خليه يشوف ابنه يا بنتي. لا يا ماما مش من حقه. القانون يا حبيبتي بيديك الحق ده، اما الانسانيه بتقول ان هو يشوف ابنه. الله يفتح عليك يا حاجه،
انا كل اللي عايز ابص عليه بصه واحده بس، وبعد كده همشي على طول. هنيه. ايوه ايوه يا ست. هات ياسين عشان ابوه يشوفه. حاضر. انتوا سميتوه ياسين؟ اسم جميل قوي. هو فعلا بيبي جميل وما يتقدرش عندي بملايين الدنيا كلها. اتفضل سمي ياسر ابوك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. انت ياسين وحشتني قوي يا حبيبي. انا طول عمري كان نفسي اخدك في حضني واخيرا حصل. هات الولد. خليه معايا شويه. انت قلت هتبص عليه وتمشي، ويكون في علمك دي اول واخر مره هتشوفه. يا هنيه. ايوه خدي. ايه الانانيه اللي انت فيها دي؟ انا لا يمكن اقبل بكده. والله انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي اخترت. يا نور فكري في مصلحه ابننا. يهون عليك يعيش يتيم وابوه موجود؟ في ملايين زيه بيتولدوا ابهاتهم ميتين. ايوه بس انا ابوه وعايش. عايش من مال حرام، وانا عايزه اربي ابني من مال حلال عشان ربنا يبارك فيه ويحفظه. انا دلوقتي عملت مشروعي وبكسب منه بالحلال، صدقيني يا نور. بس اصل فلوسك من مال حرام، واللي بيتبني على الباطل بيبقى باطل. يعني مفيش فايده؟ ده الاحسن لابننا. لو بتحبه بجد ابعد عنه. انا لا يمكن ابعد عنه. بعدك عنه هيحميه من غضب ربنا عليك. ده ربنا بيسامح. انت مش عايزه تسامحيني ليه؟ عشان انا بشر وليا طاقه احتمال، وما اقدرش استحمل ابني يضيع مني. وايه اللي هيضيعه بس؟ احنا لو اتلمينا تاني وبقينا اسره واحده هيبقى عايش بين اب وام، وكل طلباته هتبقى مجابه. ياه انت عايز تاخد كل حاجه بالسهل كده؟ وليه لا يا نوره؟ ما دام الحاجات دي كلها من حقي. محدش بياخد كل حاجه في الدنيا دي. عشان تاخد حاجة لازم تتنازل عن حاجة، وانت اخترت حاجتك وخدتها. بصص لي ليه بقى في الحاجة بتاعتي؟ ما تحل عني يا أخي. ماشي يا نورة، بس أنا مش هسكت، وابني هيتربى في حضن غصب عن عين أي حد. ربنا يحمي منك ومن شرك. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. يلا يلا اطلعي عشان ترتاحي، انت لسه نفسة. يلا يا حبيبتي. والنبي يخشي، الاوضه حلوه قوي ولا اوض الفنادق الخمس نجوم؟ اوضه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. بقول لك ايه يا نعمه، هدي اللعب شويه. بقول لك ايه، انا مش حطش من حد، ده حقي. والناس ردهولك برضاهم، يبقى عايزه تعملي مشاكل معاهم ليه؟ ما هو انا لازم اذبح لهم القطه عشان يخافوا مني ويعملوا لي حساب. اعملي حساب ان الوشوش هتتقابل، ودي وشوش يتبص في خلاقهم، دول حتى كلهم نكاديين. لا بقى مالكيش حق، دي حتى الحاجة كوثر بيناها ست كمل وتتحط على الجرح يطيب. انتي معايا ولا معاهم؟ انا لا معاكي ولا معاهم، انا مع الحق. وانا شايفة ان الست اديتلك حقك تالت ومتلت، عايزة ايه تاني؟ عايزة اكسب معركتي معاهم. معركة؟ ما انا داخلة الحرب العالمية التالتة وحضرتك ما تعرفيش، ودلوقتي لازم تحددي موقفك، انت معايا ولا معاهم؟ يا نعمة انا ست كبيرة ومش قد الحاجات دي، اعملي معروف، خرجيني من الموضوع ده خالص، ولا كأني معاكي. يا نعمة انا مريضة وتعبانة ومش ناقصة تعب فوق اللي عندي. خلاص يبقى خليكي برا الموضوع خالص، وملكيش دعوة باللي بيحصل بيني وبينه. يا بنتي انا مش عايزة الناس يكرهوكي. يا رب، هو انا جاي غير علشان يكرهوني؟ ده انا جاي علشان ازهقهم في عيشتهم لغايه لما يشتروا نصيبي واغور من هنا. ربنا يهديك يا بنتي ويهدهم ياما. قادر يا كريم يا رب. حجم الخسائر هيعدي ال 10 مليون. ده دي المصيبه، دي كارثه. سعد بيه انا شايف ان احنا نعرض الاسهم الخسرانه دي للبيع، وهو يمكن حد يجي ويشتريها. ومين الاهبل اللي هيشتري اسهم زي دي؟ واضح ان انا كنت اخر مغفل فيهم. لا العفو يا فندم، في ناس متخصصه في شراء الشركات الخسرانه. طبعا هم بياخدوا السهم بسعر ضعيف، بس اي مبلغ هيجي منهم هيقلل الخساره. ايه راي سعادتك؟ لا انا شايف ان احنا نقوم الشركه الخسرانه دي على رجليها، وعلى قد ما ربنا ينفق في صورتها على قد ما نقلل خسارتنا. ده معناه ان سعادتك هتضطر تصرف عليها من جيبك، وممكن تستنى كتير. سعد بيه، خساره قريبه ولا مكسب بعيد؟ اه بس دي مش خساره، ده خراب مستعجل. وبعدين احنا لو بعنا الاسهم شكلنا هيتهز في السوق، ومحدش هيثق يتعامل معانا تاني. طيب انا عايز دراسه وافيه عن حجم السيوله المطلوبه عشان نقدر نقوم الشركه دي على رجليها من تاني. يعني سعادتك شايف اننا نقوم الشركه دي على رجليها ونبيعها كسبانه؟ هعمل ايه؟ ما انا مفيش قدامي حل تاني. خلاص
ادينا 48 ساعة والدراسة تكون جاهزة على مكتب سعادتك. ايوه سعادي بيه، بس احنا ما بنفهمش في تجارة البسكوت. خلاص نجيب ناس بتفهم في تجارة البسكوت، وعلى رأي المثل ادي العيش لخبازه. ايوه سعادي بيه، بس ده هيكلفنا مبالغ كبيرة. كام يعني؟ لما الدراسة تخلص نقدر نقول لسعادتك. طيب 48 ساعة بالظبط، وعايز الدراسة دي تكون على مكتب. هنية. ايوه. اعملي فطار. حبيب قلبي يا اهلا يا اهلا، لو النبي اللي هتفطر معايا حتى يبقى عيش وملح. انتي ايه اللي جابك هنا؟ دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الباب يا اخويا، احسن تفتكرني نطت لكم الشباك ولا حاجه. قومي يا بنت قومي، مش يلا روح من هنا. ايدك كده ازاي تكلم مرات ابوك بالطريقه دي؟ اتري صوتك، مرات ابويا ايه؟ انت عايز تعملي مصيبه ليه يا اخويا؟ مش هي دي الحياه ولا انا بتبلع عليه؟ ما تخلينيش اخد الجوزين الام يا نعمت عشان فاطمه كويس. سامع يا مختار؟ ماما دي نعمت مرات ابوك التانية، انا عرفت كل حاجه. ما تقلقيش ماما، انا همشيها دلوقتي واخليها تحرم تيجي هنا تاني. يلا بيت. يا سلام سلم يا اخويا، لا خش في حبي خش احسن. انت هتعمل لي فيها ذكر ولا ايه؟ انا ذكر عليكي وعلى الف زيك، ولو ما انكشحتيش من هنا هاكلك على نعمت. عيب كده، دي مهما كان مرات ابوك يا اخي. نعم. ايه ما عندكش دين؟ ماما حضرتك واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها كلنا، الست دي ليها نصيب شرف ابوك زي ما لينا بالظبط، وانا بقى لا يمكن اقبل ان حقها يتاكل. ما هي خدت حقها تالت ومتلت، عايزه ايه تاني؟ لا لسه نصيبي في الفيلا الحلوه الجميله دي، ونصيبي في المحل، ونصيبي في المطبخ. يا بنت مختار قلت لك عيب كده. انت مش شايفه مجاحتها؟ الست عدها العيب، حقها ولازم تاخده يا اخي. يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اقلع لها من الحيطان واديها في عيبها، ولا اخلع السلالم والترابزين تاخدهم معاها وهي مروحه؟ لا ده ولا ده. امال اشتري نصيبي واخلص مني. ونصيبك ده يطلع كام؟ انا عاوزه 5 مليون. يا اخي 5 مليون عفري، طب ما ينططوك ويهبدوك على الارض في وشك، دي الاصول كلها ما تزيدش عن 10 مليون، مش هادي خبير. خلاص يا اخويا كل واحد حر في اللي عنده ويتمنه براحته، انا عن نفسي باقل من الرقم ده مش هبيع، واذا مش عاجبك هبيع لغيرك. انت كمان عايزه تدخلي الغريب بيننا؟ بس يا مختار خلاص، نعمه مش هتبيع ولا هتشتري مننا. امال هنعمل ايه؟ هتقعد معانا هنا في الفيلا، وهتاخد نصيبها اول كل شهر من المدبغه والمحل. ده ايه التخريف ده؟ تخريف؟ اخرس يا قليل ادب قطع لسانك، اوعي وقت تكون فاكر كبرت عليا. انا اسف يا ماما والله ما اقصد، بس ده مش كلام معقول برضه. دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ونسلم الشهر على ربنا. وكفايه بقى يا اخي، كفايه غضب ربنا علينا. شفت؟ مش كنت ساعدتني احسن عشان اخد حقي من نديم بدل ما اجي واقعد على انفاسك لغايه لما اخد حقي منك انت؟ يعني لو ساعدتك يا نعمت تغوري من هنا؟ لا ده انا هتنازل لك كمان عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. قلت ايه؟